توقع صندوق النقد الدولي أن يكون العجز العام لفرنسا أعلى بكثير من توقعات الحكومة لعام 2027 بعد أن دعت إلى وضع إجراءات جديدة اعتبارا من العام الجاري لإعادة الدين إلى مسار هبوطي. وتوقع صندوق النقد عجزا عاما بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل توقعات للحكومة عند 2.9%، ويعود هذا الفارق بحسب صندوق النقد الدولي إلى عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار.